هسألك يعني كام سؤال في السريع كده وتقولي بس صح ولا غلط، اتفقنا؟ حاضر. صح ولا غلط، شاركت في بعض الأعمال لمجرد التواجد على الساحة وحتى لا ينساني الجمهور، صح ولا غلط؟ صح، بس حاجات قليلة قوي. زي ايه؟ لا مش فاكر، يعني يمكن عملين ثلاثة في مسيرتي الفنية كلها. صح ولا غلط، الفنان يحتاج تطوير أدواته والتمثيل بالطريقة الأكاديمية ما بقاش مقبول ولا مطلوب؟ لا غلط طبعا، لا غلط غلط، لازم الفن، الفن الممثل دلوقتي علم، علم، ولازم الناس تفهم انه علم يعني. انما اللي واكلين بطاطس مسلوقه دول لا. صح ولا غلط، في مرحله من حياتي رفضت بعض الادوار لانها تفسد الاخلاق والذوق العام. ما جاتليش. ما جاتلكش اصلا؟ لا ما خافوا جاتليش. منك اصلا؟ لا ما يبعتوليش. صح ولا غلط، اخطات في قرار انفصالي عن الفنانه ماجده ولو عاد بي الزمن لما اتخذته. لا ما اخطأتش، انا ما اخطأتش، وفي نفس الوقت مش مبسوط ان ده حصل، بس انا ما اخطأتش. يعني لو اتعاد بيك الزمن هتعمل نفس القرار ولا هتفكر الاول؟ يعني هبقى متردد في ان اخد القرار. صح ولا غلط، لا املك رفاهيه رفض اي ادوار تعرض عليا في الوقت الحالي. لا املك طبعا، املك. هقول لك على حاجه يا انجي، انا املك الاستغناء عن الفن اذا تعارض مع يعني توجهاتي او ميولي او احترامي لنفسي يعني لجمهوري. لا ما اشتغلش خالص. تمام. طيب هسألك سؤال وهديك اختيارات وانت عليك تختار. اكتر عمل ندمت انك انت شاركت فيه؟ مسلسل طائر الحب، فيلم عزازيل، مسلسل كبير قوي الجزء السابع، فيلم الناس الغلابة. الناس الغلابة، ممكن الناس الغلابة. ندمت ليه؟ كان فيلم على ما أذكر، كان فيلم مقاولات يعني، كنت صغير في البدايات يعني. أهم أدواري في مسيرتي الفنية، سيد المغازي في سوق العصر، فهمي في بين القصرين، عزمي في مسلسل طائر الحب، أحمد رامي في أم كلثوم. أنا أصعب دور عملته وأهم من كل دول مسلسل ما اتشافش في مصر اسمه مع مرتبة الشرف. ده كان مسلسل كنت عامل فيه شخصية فظيعة يعني. شخصية ايه؟ كان شخصية شاب صغير كل خبرته في الحياة استقاها من الكتاب، من المكتبة، حد مقفول على نفسه وما عندوش غير أب وأم، بيفقد أبوه يفقد أمه، بينزل الشارع. اتعرض فين؟ محطات كتير بس مش في مصر. كان إخراج الأستاذ وجيه الشناوي. ده لكن في اللي حضرتك ذكرتيهم يبقى سوق العصر، مش كده؟ والناس كلها متوقفة عند سيد المغازي في سوق العصر. طيب.